يقول الحديث وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هل هذا حديث صحيح؟ نعم صحيح بمجموع طرقه، يعني ورد من طرق كثيرة ذكرها أهل العلم، أو بمجموع طرقه حديث صحيح. نعم. تقول طالب العلم المبتدأ من أين يبدأ دراسة الفقه؟ ولماذا تنصحونه؟ كما ذكرنا انتظم في الدراسة إما بالمدارس وإما على العلماء، واقرأ الكتب التي مقررة في المدارس أو على المشايخ.